ولكن أبدأ مع حضراتكم بأخبار العقار 50 قصر النيل. النهاردة العناية الإلهية وستر ربنا علينا إن بانهيار هذا العقار اللي هو 50 قصر النيل لم تحدث وفيات حتى الآن. العناية الإلهية أنقذتنا من عشرات الوفيات اللي كانت ممكن تحصل لو كان لا قدر الله الشقق دي مليانة ناس بالسكان، أو شركة الصرافة كان فيها ناس كتير، أو مصنع الملابس ومحل الملابس أو المكاتب الإدارية كان فيها ناس كتير، أو ناس معدية. وإحنا بنتكلم على شارع قصر النيل، يعني الزحمة يعني وسط البلد. ستر ربنا كمان النهاردة السبت ممكن تكون الحركة كانت قليلة شوية الصبح، ولكن العناية الإلهية أنقذتنا الحقيقة من كارثة كانت ممكن تحصل. الحمد لله سريعا الأجهزة وصلت، والسيد المحافظ اللي هو خالد عبد العال محافظ القاهرة وكل الأجهزة المعنية كانت يعني زي ما عرفنا من السكان بعد حوالي 5 دقائق، يعني 5 دقائق من حادث الانهيار والإبلاغ عنه، في خلال 5 دقائق كان سيادة المحافظ موجود وكل الأجهزة التنفيذية وكل المسؤولين في محافظة القاهرة كانوا موجودين. وادي الصور أمام حضراتكم. معايا على التليفون سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. النور على سيادتك وعلى جميع الساده المشاهدين يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، والحقيقه الجهد احنا شايفينه من الصبح والصور معانا وسيادتك موجود، حابين نعرف اخر التطورات ايه، خصوصا ان في اخبار بتقول ان ما زلتم حتى الان بتبحثوا عن شخصين اسفل العقار المنهار. بالفعل امر بيه فعلا، يعني ما زال حتى الان يعني ما زالت الحمايه المدنيه يعني بتبحث عن المفقودين اسفل العقار. يعني هو انما بس انا احب اقول لحضرتك حاجه، ان احنا طبعا كان بدايه البلاغ 10:30 الصبح، انهار العقار او جزء منه كبير فجاه. يعني تم على الفور طبعا انقاذ الحمايه المدنيه، وتم الحمد لله انقاذ 14 مواطن من تحت الانقاض. صحيح. في 4 حالات مصابين. تم طبعا يعني عمل اجراء احترازي بالنسبه للعقارات المجاوره، وتم تشكيل لجنه هندسيه لمعاينه العقار والعقارات المجاوره. وبعد ما تاكدنا ان العقارات المجاوره بحاله يعني جيده، تم طبعا كان تم اخلاء سكانها، تم اعادتهم على الفور المكان. كذلك يعني اعمال يعني طبعا الحمايه المدنيه يعني بتبشر عملها في البحث عن المفقودين، ويعني ان شاء الله باذن الله كده يعني نتوصل لشيء ان شاء الله. اللجنه الهندسيه الفنيه اللي عينت العقار طبعا لم تنتهي بعد، واحنا مش عايزين نسبق الاحداث ونقول يعني ونقول اي سبب لانهيار العقار، الا طبعا جهات التحقيق هي اللي هتتولى ذلك مع اللجنه الهندسيه الفنيه المختصه بذلك. طبعا طبعا سياده المحافظ، ولكن اسمح لي اسال حضرتك سؤال. ان في معلومه ان كان سبق صادر قرارين تنكيس لهذا العقار ولكن لم ينفذه، حابب اتاكد من صحه المعلومه، واذا كانت صحيحه لماذا لم يتم تنفيذ التنكيس للقرارين اللي صدروا يا فندم؟ فندم قرار التنكيس القرار الاخر قرار صدر سنه 93 وتم تنفيذه، وموجود ما يثبت ذلك. يعني تم تنفيذ سنه 93، وانما طبعا من 93 حتى الان لم تصدر اي قرارات اخرى، لان العقار ما كانش فيه اي شيء يدعو لاصدار اي قرار. طب ده توضيح مهم اشكر سيادتك عليه، لان كان بدا يقال ان في قرارين بالتنكيس ولم ينفذه، فاشكر سيادتك على التوضيح ان اخر قرار تنكيس تم تنفيذه كان سنه 93 ومن ساعتها ما فيش حاجه تاني. 93 وعقد ذلك لم تصدر اي قرارات. طيب بالنسبه يا فندم الموقف اللي احنا شفناه النهارده، ستر ربنا علينا كان كبير، ان احنا النهارده يوم سبت والصبح والعقار كان في ناس منك حتى كانوا في المصيف وما كانتش الشركات شغاله قوي وشركه الصرافه، لكن لو كان يوم في وسط الاسبوع وزحمه شارع في قصر النيل والشركات كلها شغاله، اعتقد كنا هنبقى امام مشهد تاني خالص. فهل ده يا فندم بيضعنا ووضع محافظه القاهره امام امر وهو يعني تشكيل لجان تنزل تمر على هذه العمارات الاثريه خصوصا وتتاكد من سلامتها؟ يا فندم في لجان بالفعل متشكله، مش بالنسبه لمناطق وسط البلد والعمارات اللي هي ذات طراز معماري فقط، ولكن يعني ده بالنسبه لجميع العمارات يعني على مستوى القاهره وفي جميع الاحياء. في لجان متشكله بتتابع العمارات القديمه والايضا للسقوط وبتكتب تقاريرها وبيتم عمل اللازم. اما بالنسبه لمناطق وسط البلد طبعا ففي لجان خاصه بيها، علشان دي طبعا عمارات ذات يعني طراز معماري ولها قيمه طبعا طبع اثري كبيره. فعشان كده سعادتك احنا فعلا في لجان
مختصه وبتمر يعني صفه مستمره، يعني بتمر صفه مستمره على هذه العقارات وبتتابعها. طب مين يا فندم اللي مسؤول؟ يعني مثلا لو قلنا دي عماره اثريه، والعماره دي المفروض ان في لجنه يا فندم هي المسؤوله عنها في عمليه الترميم والتنكيس لانها ذات طابع اثري، فمين المسؤول يا فندم عنها ان هو كان المفروض يتابع او يشوف او يحقق على سلامه العقار ده؟ طبعا هو اساسك طبعا يعني من صاحب العقار للمسؤولين في الحي حضرتك. يعني لما طبعا هو صاحب العقار هو المفروض ان هو بيبلغ لو في اي يعني ظواهر يعني ظهرت له في العقار بتاعه، المفروض ان هو بيتم على الفور بيقوم بالابلاغ يعني. وانما طبعا بالنسبه للاداره الهندسيه في الحي هي المختصه بمتابعه وفحص الكلام ده حضرتك. طب بالتالي لو اللجنه الفنيه او اللجنه الهندسيه اثبتت ان العقار كان فيه مشكلات وان صاحب العقار لم يبلغ، ففي الحاله دي هيكون تحت طائره القانون. طبعا اكيد يا فندم، يعني اكيد المقصر هيتم محاسبته طبعا اكيد. طيب الناس اللي خدت شقق، الاسرتين اللي خدوا شقق، والحقيقه برضو اسمح لي ان احنا نشكر محافظه القاهره على سرعه الاستجابه وسرعه التصرف، وان بسرعه تم تسكنهم شقتين في الاسمرات وشقق مفروشه وبالاجهزه الكهربائيه. فبنشكر الحقيقه المحافظه ونشكر حضرتك على هالاستجابه السريعه دي، ان كنتوا انقذتوا الناس بالفعل بدل ما كانوا يباتوا في العراء. سؤال لحضرتك، يعني هل الشقق دي هيقعدوا فيها بشكل مؤقت لحد ما يدبروا مسكن، ولا هتكون الشقق دي دائمه ليهم؟ يا فندم اولا في البدايه ده واجبنا وده مسؤوليتنا، يعني ده يعني مسؤوليه الدوله نحو رعايه المواطنين يعني، وخاصه المتضررين في مثل هذه الحالات. الشقق دي سيادتك طبعا الاقامه فيها تبقى بصفه مستمره بالنسبه لهم، ان هم دلوقتي اصبح ليس لهم سكن بديل. يعني اصبحت شقق خاصه بيهم يا فندم على طول، ده دائمه يعني؟ تمام يا فندم. طيب وتم يعني فعلا التعاقد معاهم من اليوم واستلم الشقق بتاعتهم وهم حاليا صح يعني. طبعا ده احنا قدامنا حاليا، يعني لو حضرتك مش فاتح على سي بي سي، احنا دلوقتي احنا جايبين الصور للاستاذ احمد طه. احمد طه موجود في شقته، الراجل مبسوط، شقه مفروشه وادي اوضه النوم والدواليب والمرتبه موجوده والاجهزه الكهربائيه موجوده، وده شيء الحقيقه يعني كنا بنتمنى ان بسرعه يحصل حاجه زي كده، تكون البلد تستجيب وتغيث الملهوف يعني، فده شيء طيب جدا. هل 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 في باقي شقق تاني ست اللواء خالد؟ هل محتاجه سكن؟ هل باقي ملاك هيطالبوا او طالبوا حضراتكم بشقق؟ اصحاب المحلات طيب والصرافه والمكاتب الاداريه، هل الناس دي بيبقى لها تعويض ولا ملهاش تعويض؟ والله يا فندم في لجان هتتشكل بخصوص الباقي الوحدات الاداريه الموجوده، ويعني ونشوف طبعا نبحث كل حاله على حده. اما بالنسبه للشقق السكنيه حضرتك هم شقتين بس، ودول تم تسكينهم في الاسفار. الاستاذ احمد والاستاذ علي. مظبوط يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ست اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، شكرا جزيلا لسيادتك. الاستاذ احمد طه زي ما حضراتكم كده شايفين النهارده هو والاستاذه عليا، والاستاذه عليا ليها قصه الحقيقه سبحانك يا رب، يعني سبحان الله يعني. هنيجي لقصه الاستاذ عليا، ولكن الاستاذ احمد دي المشاهد الخاصه بيه وهو جوه الشقه لما استلمها بعد يمكن ساعتين او ثلاثه. خلينا نعرف من الاستاذ احمد شخصيا الظروف كانت عامله ازاي، وكان فين ساعه الانهيار، وحكايه شقه الاسمرات ايه. استاذ احمد طه احد سكان عقار 50 قصر النيل، اهلا وسهلا بحضرتك وحمد لله على سلامتك وسلامه اللي كانوا معاك.